وخلينا بقى نروح للقطات اللي احنا او كنت بقول انا وكريم لحضراتكم عليها، لان اللقطه اللي جايه او اللي هتكلم فيها دي انا هسميها اللقطه بعنوان رد الجميل. يعني كانت خلال التتويج بالسوبر امبارح الافريقي وفكره هنا سجود برضو كابتن الخطيب بعد الفوز، ولقطه تانية برضو لفتت انتباه اعتقد كل الناس بقى طبعا. يعني لما لعيبي الاهلي حرصوا على اهداء كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الميداليه الذهبيه خلال مراسم تسلم كاس السوبر الافريقي، وعانق يعني جميع اللعيبه كابتن الخطيب على منصة التتويج وأهدوه جميع الميداليات في مشهد، أنا خليني أقول لحضراتكم تاني هو رد جميل، هو غير مسبوق برضو عشان حضراتكم تبقوا عارفين وما حصلش قبل كده. والمشهد ده برضو نال استحسان الجميع مش بس في الداخل، يعني اللي بيشاهد كان عامة الماتش من كل أنحاء العالم. ولو احنا برضو هنتكلم ده بيظهر منه ايه؟ بيظهر منه حاجة مهمة جدا وهي روح الأهلي، روح القائد اللي موجودة اللي اللعيبة شايفينه في الرمز اللي عندنا هو كابتن محمود الخطيب. يعني وقفته وسفره وتواجده الدائم مع اللعيبة بصراحة حاجة ملفتة للنظر بشكل كبير جدا. الدعم كمان هنتكلم المعنوي اللي بيفرق جدا، يعني يمكن في ضغط ويمكن في إصابات ويمكن في شد وكل الكلام ده موجود، ولكن لما بيبقى في دعم نفسي أو دعم معنوي ده بيفرق جدا جدا مع اللعيبة. فده احنا شفناه وشفناه بشكل كبير جدا، عشان كده احنا هنقول يعني لقطة رد الجميل دي تحديدا حاجة كانت امبارح جميلة أوي، الناس كلها علقت عليها قوي 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 الحقيقة. يعني لقطة فعلا غير مسبوقة ولقطة محترمة جدا، بتبين لحضراتكم كمية الحب اللي بيحسها للعيبة لأبوهم بقى، يعني مش مجرد بس رئيس مجلس إدارة النادي، ده كابتن محمود الخطيب. احنا بنتكلم على صفحة من أهم صفحات كتاب التاريخ في النادي الأهلي بشكل عام. وبالمناسبة كابتن محمود الخطيب لما توجه بالشكر بعد المباراة توجه بالشكر للجماهير الوفية اللي كانت متواجدة في مدرجات الملعب، وطبعا جماهير النادي الأهلي في كل مكان في العالم اللي دايما بتساند ناديها في كل المواقف، وكانت دايما هي الداعم والسند الرئيسي في كل البطولات اللي حققها النادي الأهلي على مدى تاريخه. قال كمان كابتن محمود الخطيب إن الجماهير بتستحق أن يبذل من أجلها أقصى جهد ممكن لإسعادهم. يعني شوفي وفاء اللعيبة للكابتن محمود الخطيب ووفاء الكابتن محمود الخطيب للجماهير، ودايما عنده نزع كده وتوجه لنكران الذات وإثار الآخرين. حقيقي الجماهير هي السند وهي الدعم، كل الشكر لجماهير النادي الأهلي، أنتوا سبب من الأسباب الرئيسية جدا 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 لتتويج النادي الأهلي بالكثير من البطولات في الفترة الأخيرة، وإن شاء الله المزيد من التتويجات اللي جاية أحسن. إن شاء الله جاية.